ومن جديد عاد إلينا معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني الاتصالات المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل عدم التصعيد هي اتصالات مستمرة وربما تحظى بثقة الجانبين، برأيك ما مدى جدواها في الوقت الراهن وسط هذا التصعيد؟ طبعا حضرتك ده دور مصري معروف للجميع ومسؤولية مصرية نابعة من عدة محددات، يعني لا نستطيع أن احنا نتحرك بعيدا عن هذه المحددات. ان اولا ان احنا بنتعامل مع مشكله في منطقه حدوديه متخمه لمصر، ايضا القضيه الفلسطينيه هي قضيه محوريه بالنسبه للسياسه الخارجيه المصريه، وثالثا ان مصر بتعمل دائما على الامن والاستقرار والهدوء في محيطها الاستراتيجي بكل الوسائل. فاذا احنا عندنا يعني ثلاث اسباب استراتيجيه بتدعونا ان احنا نكون نشطاء في هذه الازمه، ودورنا هيستمر بغض النظر عن الاهداف اللي يعني تدعيها اسرائيل في هذه المرحله، لكن من واجبنا ان احنا نحاول فعلا ان احنا ننزع في هذه الازمه، والعالم كله مترقب لدورنا ونتائجه. طبعا هيكون في بعض المصاعب وبعض المشاكل، ولكن في النهايه الدبلوماسيه المصريه ودبلوماسيه الرئاسه بيكون لهم دائما تاثير كبير جدا في احباط مثل هذه التوترات والقضاء عليها، ولكن للاسف احنا بنمر بدائره جهنميه في الفعل ورد الفعل بالنسبه لل يعني القوه الاسرائيليه اللي دائما بتحاول ان هي تهدد فرص السلام في المنطقه، ولكن مصر بصبرها ودبلوماسيتها بتستطيع انها تتعامل مع هذه المواقف بحكمه ورصانه، واعتقد ان العالم كله مترقب نتيجه الدور المصري في المرحله الحاليه. نعم، يعني الجهود المصريه لن تتوقف حتى تحقق هدفها وهذا امر مفروغ منه، ولكن من وجهه نظر دبلوماسيه معالي السفير، ما هي ابرز العقبات التي قد تظهر وتعرقل مسيره الوساطه المصريه في هذا الشان؟ طبعا انه دولة اسرائيل عندما يعني تشن مثل هذه الاعمال العدوانية مؤكد ان هي لها اهداف معينة، اولا بتخدم بها اوضاعها الداخلية وفرص الانتخابات القادمة ومعسكر المتشددين الموجودين داخل اسرائيل، وتاني حاجة ان هي بترسل رسائل للاخرين، يعني هي العملية ما بتبقاش بس قاصرة على التعامل مع الجهاد الاسلامي، ولكن هي بترسل رسالة أيضا لحزب الله لإيران. فمثل هذه العمليات هي مش محصورة في إطار تكتيكي فقط، ولكن يبقى لها أبعاد استراتيجية، وإسرائيل أعتقد أن هي لن تتوقف إلى أن يعني تحقق بعض هذه الأبعاد الاستراتيجية، لأن هي مش هتقدر أن هي تنخرط في هذا العمل العدواني لفترة طويلة، لأن حضرتك عارفة أن المجتمع الدولي في اجتماع مجلس الأمن قادم خلاص، وبالتالي المجتمع الدولي كله بينظر إلى هذا العدوان يعني بأسلوب مغاير لما كانت تتعود عليه إسرائيل، لأن العالم مش محتاج مشاكل جديدة، أنا عارف العالم كله بيمر بأزمات في منتهى الخطورة وممكن إنها تفجر الأوضاع في مناطق عديدة، وده بيأثر على الجميع. الآن نعم. الأحداث مثل هذه الأحداث بتأثر على كل الدول مش بس على دولة واحدة. إذا ما وقفنا عند هذه النقطة تحديدا معالي السفير، يعني وسط الأزمة الروسية الأوكرانية التي جاءت بعد أزمة كورونا التي استمرت لعامين ولا زالت مستمرة تبعاتها حتى الآن اقتصاديا، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، والآن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، العالم كما تفضلت حضرتك لا يحتمل المزيد من الأزمات، يعني إذا ما استمر هذا التصعيد إلى أين سيصل أو ستصل الأوضاع؟ لا أنا أعتقد أنه يعني هتكون في مدة زمنية محددة، لأنه أي قوة عسكرية حضرتك لو تدخل في عمل عسكري بتصل إلى حد الإنهاك بعد فترة معينة، ويجب أن هي تتوقف وتقبل فكرة وقف إطلاق النار
بغض النظر عنها حققت اهدافها ام لا، ولكن السمه الاساسيه في الاحداث في هذه او يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه الان في المجتمع الدولي ان هي كلها احداث عابره للحدود، بمعنى ان اي حدث واي توتر في منطقه ما بيبقى له تاثير على الاوضاع في مناطق اخرى. يعني موضوع حضرتك تفضلتي وذكرتي موضوع تايوان والصين له تاثير على التجاره العالميه وعلى الاسواق وعلى يعني الموضوع مش موضوع بس تحرش عسكري ما بين دولتين، ولكن له تداعيات كبيره جدا. طبعا الازمه الاوكرانيه كلنا بنعاني منها ومن قبلها كورونا. فاذا احنا ما يعني العالم الحقيقه يعني اصبح مصاب باوجاع كثيره، وفي نفس الوقت هذه الاوجاع لا تقف عند حدود، يتصل الى الاخرين باشكال مختلفه وبتداعيات مختلفه. وفي النهايه للاسف يعني الجهه المسؤوله عن صيانه الامن والسلم في العالم للاسف بتبقى لا تستطيع ان تقوم بواجبها كما يجب، واقصد بذلك طبعا مجلس الامن اللي هو في النهايه لا يستطيع ان هو يتحرك يعني. نعم معالي السفير، يعني انتهى عهد الازمات الاقليميه التي لا تمتد إلى حدود الإقليم أو المحيط الذي تدور فيه هذه الأزمة. كما أسلفت حضرتك كل الأزمات نتأثر بها مهما بعدت المسافات. يعني هذه الأزمة التي طغت على الساحة الآن، يعني الوساطة المصرية ستقوم بدورها بدون شكوى، يعني كلنا أمل. وطبعا الوساطة المصرية لا تدخر جهدا بأنها ستواصل العمل حتى تصل إلى مبتغاها، وهو وقف وإنهاء هذا التصعيد فورا. التلفزيون الإسرائيلي أعلن قبل قليل كما أسلفنا أن هناك اجتماع مصري مع القوات أو مع الجانب الإسرائيلي بشأن هذا التصعيد. برأيك ما الذي سيخرج عنه هذا الاجتماع اليوم؟ يعني أنا أعتقد أنه هناك يعني احتمالات إيجابية جدا في هذه المرحلة، لأنه يعني إسرائيل بتكتشف في كل دورة من دورات العنف اللي بتمارسها ضد غزة بالذات أن هي الأمور مش بالسهولة اللي تتوقعها، أن هي يعني بتصيب أهداف عسكرية أو غيرها أو تستهدف شخصيات محددة، ولكن أيضا هناك خسائر مادية كبيرة وضحايا من المدنيين والأطفال. فأعتقد أن إسرائيل من حجم يعني الخسائر اللي حصلت خلال اليومين الماضيين، أعتقد أن هي يجب أن هي تراجع سياستها وتراجع نفسها. وأعتقد أن مصر ممكن تقدم بعض الحلول، لأن عندنا احنا يعني خبرة في هذا المجال وكيفية التعامل. أعتقد أن حتى في وفد من الجهاد الإسلامي موجود في القاهرة حاليا حسب ما سمعت من الأنباء. فإذا احنا بنشتغل على محورين، ومصر قادرة على التواجد في تل أبيب وفي غزة وفي رام الله، وديت يعني ميزة موجودة للدولة المصرية مش متاحة لأي طرف آخر يحاول حتى الدخول في الوساطة. فإذا احنا ممكن نشتغل بكفاءة عالية جدا في هذا الأمر، عندنا الخبرة في هذه الموضوعات. وأعتقد أن أنا عندي يعني إحساس إيجابي بأنه احنا ممكن فعلا نصل إلى وقف إطلاق نار خلال ساعات قادمة. نعم الأدوات المصرية تمتلك الخبرة بدون شك، يعني فمصر متمرسة في هذا الملف تحديدا ومهتمة به بشكل خاص. معالي السفير، دعنا نتحدث عن جهود إعادة الإعمار المصرية في غزة، هل سيؤثر التصعيد في الوقت الراهن على تلك الجهود؟ والله أنا أشكر حضرتك على السؤال دوت، لأنه حضرتك يعني مصر ماضية فعلا بعدم أكيد في موضوع إعادة الإعمار، يمكن بدون يعني إعلان، ولكن هناك جهود فعلا حقيقية لإعادة الأعمار. وبالتالي مثل هذه الدورات من العنف مؤكد أنها بتأثر على الدور المصري وعلى العزم المصري في إعادة الأعمار، لأنه حضرتك زي ما شفتي أن بعض الغارات استهدفت منازل بكاملها ودمرتها في أحياء سكنية. فإذا ده بيضاعف طبعا العبء على الدولة المصرية في هذا المجال، ولكن أنا أرى أنه إن احنا هنستمر في هذا الأمر. ويمكن حديث فخامة الرئيس أمس في الكلية الحربية
يعني كان واضح تماما وكانت رساله واضحه ان احنا هنستمر في جهود الوساطه وان احنا لن نتخلى عن القضيه الفلسطينيه وعن يعني سلامه الشعب الفلسطيني في غزه. كما أسلفت حضرتك وأوضحت أنه مصر من ضمن توجهاتها وأهم محاور السياسة المصرية هو إحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم ككل. السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بتوجه لحضرتك جزيل الشكر على هذه المشاركة.